ديوانية شباب بلس، مجموعة من أبناء منطقة عسير بادروا بتقديم الشكر والعرفان لأبناء جنودنا البواسل على طريقتهم الخاصة. كيف كان الحفل؟ فهد المسعود. فعالية شباب بلس والتي تقام شهريا في منطقة عسير تحت مظلة اللجنة الاجتماعية لم تكن هذه المرة فقط فعالية تبث روح ثقافة اللقيا فحسب، بل تعدت بذلك وصولا إلى تكريم أبناء جنود الوطن البواسل. حق وواجب من لجنة التنمية الاجتماعية أن تكرم هؤلاء أبناء هؤلاء المرابطين في الحدود ووقفة وفاء في هذه الليلة المباركة لجنودنا الأبطال. هذه الديوانية كانت استثنائية للشباب بحيث أنها كانت وقفة وفاء لجنودنا البواسل واقفين على الحدود صلنا ننصرهم وأبناء الشهداء وأبناء المرابطين. إحنا لبينا دعوتهم في العمل هذا إن شاء الله اللي راح نقدمه اليوم، اللي هو إن شاء الله أبريت تتكلم عن جنود البواسل وعن أي شيء يخص هذا الوطن من ناحية ما نقدمه لجنود البواسل، وإن شاء الله نقدم شيء يليق إن شاء الله بهذا الفن إن شاء الله. بالتأكيد أنه جنود البواسل دائما في قلوبنا، في قلوب القيادة الحكيمة، وهذه القيادة دائما توليهم اهتمام كبير، إذا وبالتالي الشعب كامل يوليهم نفس الاهتمام. وقفة عرفان ستبقى مخلدة في أذهان هؤلاء الشباب الذين عملوا بكل تفان لتكريم أبناء الجنود البواسل. لبرنامج أخبار المملكة، فهد المسعودي، أبها.